سمعتي المجموعة الأقصى الجوية كشف الحرارة طورجي محارب إخواني سيداتي وسادتي أن يمسمع أخوها الله على الفضائي في أقصى السماء المحطة وغضب الكلاه عما مصطفى أصعد كلها العالمة كذلك مع شكو طائرة تنزل مصحوط بأرض العاصفية تترك ويضطر يصلى على وقت السماء ميرو ايش من الناس يعمل هذا النيرو نيرو نيرو ايش باش عم تقول بالبطاطا ها بالبطاطا خضار يعني مثل خضرة ديشا وفلفل الجام ديشا تشرمينا فوق السيدانية هذه المشاركة ديال حي الكبيبات يعني مشاركة حي الكبيبات نيرو حي الكبيبات أمرا رقم سلف جناب ونمتم في هذه التواجر التواجر العظيمة يعني الشيخ في الماكلة الطاجر عقيناس اللذمة وبارك الله عليهم كاملين عائلة عرائشية حميد شنو هي التقلة ديالكم؟ التقلة ديالكم فيا التقلة ديالكم فيا التقلة أنا أخصيص باش شاركتو؟ باش شاركتو شنو عملتو؟ حلو حلو وهذاك الشطون بالليمون الشطون بالليمون ترميلو الليمون وماما شكرا لحميد وزيد الله إلى هذه مشاركة حميد بولايون شنو يمكن تقول على يعني كيفاش الإعداد ديال التاكلة اللي عملتوها؟ شارك فيها في الإعداد ديالها؟ الإعداد ديالها عادية مطيشة وبطاطا يعني ماشي تخليدي ديال العريس ولا العريس يعني شاركت فيها الأسرة ديالكم كاملة الأسرة ديالكم نعم تبارك الله تبارك الله عليك الآن أول مرحلة كنيسة الرحمة للأعمال الإنسانية صارت هامشنا إذا هامشنا الآن تتواجد في الطاولة طبعاً الرقم بالطاولة 14 ومشنا تتمنى إذا النساء الرحمة للأعمال الإنسانية هذه هي أول الطاولة المشاركة ديال الجمعية ديال دوبو ماروك هذه أول مشاركة ديال بوندوبو ماروك مسلسين كنشاركوا في جمعية أخرى ولكن هذا أول سنة غنشاركوا في الجمعية هذه جمعية مغربية بلجيكية كتعتني بالشباب شباب بلجيكي وشباب المغربي وشباب بلجيكي اللي هو عنده أصول مغربية هذوك اللي عندهم صعوبة في الإدماج على المستوى المحلي بلجيكي كيجيو يعملوا واحد السيجور هنايا مدة 3 شهور كيسهل عليهم الإدماج ديالهم في المجتمع البلجيكي دونك حضرنا اليوم بكثرة كاين ليكيب التربوية فيها تقريبا شي 9 ديال المربيين التربويين هما حاضرين معنا عائلات تربوية معنا شباب ديال بلجيكا معنا 4 شباب بلجيكا وأعضاء ديال المجلس الإداري والتالي عبد الرحيم مصطفى العمراني رئيس الجمعية
لاحظنا بان عملتوا واحد الورشه في الطبخ يعني عملتوا جميع انواع التاكره من الشطول من يعني من من لاحظنا خد التعاون المغربي بعد الكيره كنبقاو عريشيين دونك التربويين هما اللي اختاروا شمن نوع ديال التاكره يديروا شمن نوع الحوت وهذا الاسبوع اللي فات كامل كان حافل الانشطه كيوجدوا لهذا النهار هذا هو كنتمنوا نكونوا بين الفائزين تاعنا شكرا سي صباح ان شاء الله احنا عملنا مجموعه ديال التواجد ولكن هذا هو الطاجين اللي غنديروا به المسابقه هو قربوا نهضروا معاه شويه هو معدل البحرار باش معدل البحرار يعني السرنبه والبحرار الا كان شي مشكله شي حاجه نهضيها البحرار هو حتى هو من نوع ماشي سمك وانما من نوع ديال الفواكه البحريه بحالو بحال السرطان بحال الكراكوريس بحال واحد المجموعه ديال الفواكه البحريه وهو حنا في العرايش كنا كان ريكالو عليه فارونا في الجوايه ديال كنبحثوا عليه يعني كان ريكالو عليه ودابا ملي داروا هذا يعني التجهيز ديال الميناء وجابوا ديك البلوكيس يعني هاد الثروه هادي بقات كتنقص وكتنقرض وبقاو دابا هادو كيجيبوها مولي بوسلام كيبيعوها عندنا هنا في العرايش بعد ما كانت العرايش هي حتى التلوث عثر على الثروه البحريه السمك ديال العرايش يعني طبعا ولكن دابا المجلس البلدي ولا العرايش مشكوره على ديك انها قلت من هاد اول مشاركه هاد العام هذا بهاد يعني بهاد النوع ديال الفواكه البحر اول مره مشاركه لان ما سبقش شي واحد شارك بها في مرانا التاكرا اول مره والمشاركة لا كنظن انا مجموعه ديال الجمعيات والاخوان في النسخ الماضيه كانوا يعني شاركوا بهذا البحرار هو عنده اسم البحرار وعنده الشرمباق ومجموعه ديال الاسماء اللي عنده البلح بلح البحر بلح البحر بلعب باللغه العربيه لا كانوا شاركوا فيها واحد مجموعه ديال الاخوان ولكن هذه السنه هذه راه درت انا في بعض المائدات وما شفتش اذا معكم البحرار. محمد العدالي جمعيه الفضاء المفتوح للتنميه والتواصل الثقافي بمدينه العرائش ومشاركه في كتشتغل على مستوى الرياضه على مستوى المخيمات على مستوى التراث والثقافه يعني المحليه نعم تهتم بالثقافه والتراث المحلي نعم وبالاشياء الرياضيه من خلال المعرض اللي كنشتغلوا مع اطفال مع شباب على المستوى الرياضي وحنا حاولنا ما امكن معنا على الاطفال يعني كنحاولوا نعبروا على الانشطه اللي تديروا في الجمعيه ديالنا والشكر لكم جدا لان الاعلام هو المرآه هو اللي كيبينوا لنا في المرايه كيبين شكر لنا هو اللي كيقدر يعطي المصداقيه لواحد النشاط معين فتحيه لكم وجميع المحطات الاعلاميه وجميع الناس اللي شاركوا واستفدوا من هذه الامسيه بالحراره بالشمس بالتواجد ديالنا بالضوء بكل شيء بلي عطانا الله خير اللي عطانا كامله تبارك الله لك الخير هذا المشكله من فنانين من كتاب اطارات يتعلق الامر بمدينه العرائش او مدينه العرائش شحال من مدارك لكن توجدوا الان على مستوى عائلات الرتبي عائلات الرتبي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام طريق الجبل يا سلام يا سلام شنو عدلتو صوتو حلو
التحلف يا طاجين التحلف يعني مقبلات ولا زعلوك هذا ياك هذا كيمشي لا البنجال البنجال يعني ما عندهم الفوق خلي يعني يمكن يبقى مده طويله كانوا كيعملوا هنا خلي يخليوا واحد المده طويله ولكن من ناحيه حب الصحه الغذائيه الان بقات كتصبح يعني كانوا قبل الناس ما عندوش الثلاجات ولكن دابا اليوم اصبحت الثلاجات وهادشي هذا كيفاش من ناحيه الصحيه والغذاء يعني حب الاغذيه وديك الشيء مزيان كيفاش كنسير وخاص خليها حتى سيمانات عاد الطاسه كبيره كل مره اذا ما خصش يبقى واحد المده طويله بزاف لان التبريد هذا كيأثر في الثلاجه صافي هذا كمعلومه صحيه غذائيه بالنسبه للناس اللي كيستعملوا المخللات ولا نعم بارك الله عليكم تبارك الله عليكم. ما كانش معايا ندخل لي انا باتروس المسرح العلاقه ديال المسرح بالتغذيه كيفاش هاد علاقه المسرح بالتغذيه علاقه وطيده يعني الماكله كلشي كياكل يعني معروف معنا يعني الناس كياكلوا المسرحيين تما مكان الثقافه يعني هو تعبير على الثقافه بلا اكل وتغذيه يعني وهذا كيعكس يعني الثقافه مسؤول عنها يشاركوا الفريق اللي يشارك في اعداد ديال الطبق ديال الشيء عدلتوا بعدا في عدلتوا الناس اللي عدلتوا شمن تقرا عملتوا البوقة 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 والدرعي بجوج البوقة والدرعي وشكون صيد هذا الدرعي بجوج جبتوه من مين عندك هذا قشر مين جبتوه من البلاصة يعني مرسو بنكازية ولا عندكم شي زي كيصيدوا ولا والو ديك شي طري مزيان عندكم شي وحدين كيصيدوا بشي ديال مشيتو جبتو من المرسى جبتو من المرسى شكون اللي جاب هادشي هذا شكون خصنا بغينا نعرفو شكون اللي طيب ديالي جبتي مين جبتي البقا البقا لا ماشي بقا درعي درعي والبقا قلت بجوج مين جبتوه مين جبتوه جابوني الاخ ديالي الاخ جبتوه من البلاصه ياك من المرسى واخا شكون الشاف ديكيب ديالكم انا اللي درت هكا انت اللي عبدت فيها الشركه كامل ديالنا وواد دابا الشاف ديكيب واش عياكم ولا عيار كنجري لي زونفو اكسيتيرا وايد 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 واش الشاف ديكيب كيفاش عملتي مع ليكيب تعاملوا معاك عاونوك في اعداد ديال الطبق ديال البوق تعاونا كاملين بينا كنا يد وحده كان تضافر واحد كان تضافر جهود شرينا الخضرة كاملين سوقنا كاملين قيدنا المقادير كاملين وطيبنا كاملين كان واحد الجو ديال كنا عائلة يعني ماشي هدف تحكم في هذا ولا كاملين بينا ضحكنا مع بعضنا لعبنا تعلمنا شحال من حاجة وصراحة كانت تجربة مميزة وكنشكروا المقيمين ديال المهرجان على النشاط الجميل وتحية لساكنة مدينة العريش ومرحبا بكم مرة تبارك الله فريق أباتروس كنتوا فعلا يعني درتوا لوحة مشهدية في إعداد هذا كنعرفوا المسرح هو تعبير على تا هو ثقافة ديال المجتمع تبارك الله عليكم الله يحفظك